بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج الأوتوكاد نسخة 2024، والنهاردة هتكلم عن الطبقات أو اللايرز. الطبقات أو اللايرز زي ما أنا قلت قبل كده، لازم أي رسمة نبتدي بيها كل جزء في الرسمة بنحطه في لاير، عشان لو حصل أي مشكلة في رسمة ممكن إن إحنا نحذف اللاير دي أو إن إحنا نغير فيها. طيب هنعرف الكلام ده دلوقتي. ده الجزء بتاع اللاير زي ما احنا شايفين كده اهو. الجزء ده اهم حاجة عندي هنا اللاير بروبرتيز، انا باجي افتحها بالشكل ده كده، بنيجي من هنا اهو شايفين الجزء ده نحركه كده. طيب انا ممكن اوسعه الاعدادات بتاعت اللايرز. عندي هنا في نيو لاير، ان انا اعمل لاير جديدة او ان انا بدوس على Alt بلس N من الكيبورد، دي الاختصارات بتاعتها. طيب احنا عندي اول حاجة عندي هنا في لاير زيرو، ودي الديفولت بتاع البرنامج بينزل لاير زيرو، دي موجودة مع البرنامج لما بينزل. تمام. طيب انا عايزة ارسم خط، هاجي اقول له نيو لاير، ادوس عليها بالشكل ده واجي اكتب لاين. تمام. واجي بقى هنا عندي زي ما شايفين الكالر بتاع الخط، اي كالر الكالر بتاعه ايه؟ ابيض. انا ممكن ان انا اغيره، بدوس على اللون بالشكل ده كده واخلي اللون اي لون تاني، ممكن مثلا اخليه باللون الاصفر واقول له اوكي. ممكن ان انا اغير في اللاين تايب بتاع الخط نفسه، شايفين اللاين تايب؟ اللاين تايب لو انا دوست على كونتينيو هنا، دوست عليها بالشكل ده، انا معنديش غير خط مستقيم، لا هو منقط ولا هو متقطع ولا اي حاجه ولا داشت ولا اي حاجه خالص. طيب انا عايزه احمل خطوط، باجي عندي لود هنا شايفين لود دي، بدوس عليها بالشكل ده وبختار الخط اللي انا عايزاه، او ان انا ممكن احمل الخطوط كلها، بدوس على الخط الاولاني بعدين انزل خالص لتحت كده وبدوس على شيفت من الكيبورد بالشكل ده كده واجي اقول له اوكي. شايفين حمل لي كل الخطوط دلوقتي، اتحملت لي على الفايل اللي عندي ده. طيب انا عايز اعمل الخط ده مثلا زجزاج، بدوس عليه بالشكل ده كده واقول له اوكي. تمام. طيب اللاين ويت اللي هي سمك الخط، لو انا دوست كده عندي هنا اكتر من سمك للخط، انا عايز اعمل خط تخين رفيع بعمله من اللاين ويت، هنسيبها دلوقتي. تمام. طيب خلاص احنا الحاجات دي اللي شايفاها مهمه في الاول في الرسم، وبعد كده هنتكلم على الايقونات اللي موجوده هنا اللي هي اللوك فريز، كل ده هنتكلم عليه. هاجي اقفل البروبرتيز دي. عندي هنا عشان ارسم الخط لازم اعمل اللاير بتاعته دي كارنت. اعمل لاير كارنت ازاي؟ عندي اهي شايفين ست كارنت او الت بلس سي من الكيبورد كده، خلاص انا هشتغل باللاير دي اللي هي باللون الاصفر. انا هاجي من السهم ده كده اقفل بس ده، واجي ارسم لاين زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، هقول له ال من الكيبورد وبعدين انتر، واجي ارسم لاين. هنشوف اللاين اهو زجزاج زي ما انا اخترته اهو، هدوس على اف 8 اعمله عدد بالشكل ده كده شايفين اهو. يبقى انا رسمت لاين بالشكل اللي انا اخترته. انا ممكن ادوس على الشكل ده واجي عند بروبرتيز هنا، وعندي هنا ممكن اغير شكل الخط. انا عندي الاشكال كلها انا حطيتها زي ما احنا شايفين، شايفين ممكن ان انا اعمله بوردر بالشكل ده اغيره. يبقى انا ممكن اغير الشكل، لو انا مش عاجبني الشكل ممكن اغيره من الجزئيه دي اهي بروبرتيز زي ما احنا شايفين. طيب انا عايزه اغير سمك الخط، انا هاجي ادوس على الخط ده كده واروح على اللاين ويت هنا اهو، بدوس عليها بدوس على السهم ده كده وانزل كده واختار سمك الخط. طيب ايه اللي ظهر لي؟ ان سمك الخط ما ظهرش. ليه ما ظهرش؟ لان في عندي هنا ايقونه هنا اهي شايفينها اللي هي شو هايد او شو اور هايد لاين ويت، معموله ايه؟ اوف. انا لازم اعملها اون. طيب انا لو ما لقيتش الايقونه دي هنا اعمل ايه؟ واروح على كاستمايزيشن اللي هي الثلاث خطوط اللي في الجنب ده، بفتحها بالشكل كده واجي ادور على اللاين ويت هنا بعمل جنبها صح، هيبقى مش عليها صح، فانا هعمل جنبها صح عشان تظهر لي هنا. فانا هاجي هنا وافتحها بالشكل ده، عمل لي سمك للخط. هنيجي نرجع تاني للبروبرتيز اهو، وعندي بقى ممكن ان انا اعمل اللاير بتاعتي دي لوك
اللوك شايفينه ده اهو، ادوس عليه كده. في الحاله دي انا مش هقدر احركه، لو انا قلت له موف جيت ما بيقراليش الخط، انا خلاص قفلت الخط وعملاه له لوك، او عملت لللاير نفسها لوك. تمام، بنا ده لوك. طيب لوك هنا اهي موجوده، ممكن انا اعمل انلوك واختار ان انا عاملاه اهو، رجع لي تاني. طيب هاجي افتح كده تاني، وعندي هنا فريز، ممكن اعمل لير فريز. لير فريز لازم ما تكونش هي الكرنت لير، يبقى انا في الحاله دي هختار الزيرو وبعدين اعمل هو الكرنت لير، واجي عند اللاين هنا واجي اعمل لللير فريز، على طول اختفت فريز، بتختفي اللير عندي. لو انا عايزه ارجعها تاني بفتح بروبرتيز وباجي ادوس عليها بالشكل ده كده، رجعت لي تاني. عندي هنا اون واوف، ممكن انا افتح اللير او اقفلها، فانا هقول له عايزه اللير دي اوف، ادوس عليها بالشكل كده بتختفي. تمام، انا كده خفيت اللير، عايزه ارجعها تاني برجعها بالشكل ده كده. يبقى دي الحاجات اللي موجوده في اللايرز. طيب عايزه اعمل لير جديده، باجي برضو ادوس على نيو لير واعمل لير جديد. لو انا عايزه اشيل اي لير موجوده بدوس على ديليت هنا وبشيل اللير، او الت مع دي من الكيبورد، يبقى دي اللايرز عندي. طيب برضو بتظهر لي اللايرز فين؟ عندي هنا في الجزء ده اهو، اهي لاين، وعندي اون وفريز ولوك موجودين مع بعض، لوك وان لوك. وعندي اللاير اسمها زي ما احنا شايفين، لو انا عايزه اعملها الكرنت من هنا بدوس عليها اهو، بفتح تاني بدوس عليها بالشكل ده كده. وعندي بقيه الحاجات اللي هي اللي انا شرحتها موجوده هنا. يبقى ده شرح بسيط للطبقات في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.